من بعد هذه المقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي من بعض الجنائية عكفت على عملية الزحف والتحدي ووصلت إلى المعتدى عليه وقدرنا نصل ومن خلاله قدرنا نوصل إلى من قاموا بهذا الاعتداء اللي أنا وضحت لك إياه قبل شوية. نعم. تبين أن الموضوع خلافات من الخلافات الشخصية وعملية نكاية في قاموا في مثل هذه الأدب والأمر أن كلهم كانوا ترى فكرة ومعهم البنت كانوا كلهم تحت تأثير المواد المخدرة تأثير التعاطي في لحظة التصوير نفسها. الجانب الثاني أيضا بأن الخراج هذين اشتركوا في عملية سرقة المضاحف الجنائية قاعد لاحقهم قبل يومين باقين سيارة في إحدى المناطق في محافظة الأهلي وكانوا هم تحت دائرة البحث والتحري من قبل المضاحف وانصادف لجبهة مشهود وكانوا قبل يومين باقين سيارة. الجانب الأول الآخر اللي حكينا نتكلم فيه في هذا الموضوع بأن بيومتها واللي قاموا فيه والأمور هذه كلها كانت أحداث وخصولة في غرفة بين منطقة تيمة والسببية في النهاية سجلت قضية الآن جنايات حملت مسمى الخطف الإكراه مع سرقة لأنهم هم أخطفوا بالإكراه وقاموا بسرقة أيضا مبالغ منه من يعني ممتلكاته وأيضا أخفوها في سبيل تهريج وابتزاز في اللي قامت في عملية النشر يلبس على سبيل انه والله هي كنوع من عمليه الرد للارشاد قامت في عمليه النشر اعتقادا انها راح تكون بعيده عن المسار. هذه برمته يا ابو احمد فتحت لك اياها بعجاله في هناك امور ما بين الصدور ما اقدر اتكلم فيها. نعم. بس اعتقد بان الحاله العامه انه كلهم كانوا متعاطين كلهم تحت تاثير المخدرات الامر كله من ارباب السوابق وبالتالي هذا الامر يخرج في هذه الدائره وفي هذا المحيط وقف عليها الامور الثانيه اللي هم فيها مواحد الجنائيه وذاك مواحد الجهره اسدلت الصدر عن هذا الموضوع وارسلنا ايضا في علاقات عامه والاعلام الامني بيان حددنا في كل التفاصيل متعلقه بالجهات.